ازاي تحسب زكاة مالك بكل سهولة في 3 خطوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب في فيديو جديد. ناس كتيرة بتسأل في الزكاة وزكاة المرتب وزكاة الفلوس اللي في البنك والذهب اللي معايا، طب اطلع كام والفلوس معدي عليها الحولة ولا معداش؟ بص، طريقة سهلة جدا جدا، مش هتفكر في الزكاة الا مرة واحدة في السنة. اختار لك يوم في السنة، بس يوم من ايام السنة الهجرية، وليكن 10 محرم، 5 رمضان، 10 جمادى الأولى، جمادى الأولى، أي يوم، يوم هجري، 1 رمضان، ماشي؟ طيب 1 رمضان هتحسب كل اللي معاك، فلوسك اللي في البنك، فلوسك اللي في البيت، الذهب تحوله لفلوس، كل اللي معاك تقدره فورا، مرتبك اللي لسه مستلمه، اللي جالك من امبارح، اللي جالك من شهر، كله كله كله. تقولي طب الفلوس انت ما عداش عليها الحول، ما عداش عليها سنة، طلع عليها او طلع عليها بنية انها زكاة مقدمة، ويجوز تقديم الزكاة عن موعدها لسنة او سنتين. يبقى عملنا الحسبة، هتطلع 2.5%. يبقى الخطوة الاولى عملنا الحسبة بتاعتنا، كل فلوس حسبتها مرة واحدة، اللي جات لي دلوقتي واللي جات لي بعدين واللي جات لي دلوقتي طلعتها بنية الزكاة مقدما. الخطوة الثانية هطلع 2.5%. صعب عليك على الآلة الحاسبة، اقسم الثروة بتاعتك كلها على 40، طلع الرقم 100,000 جنيه مثلا على 40، الرقم اللي طالع هو ده سيادتك اللي طلعه زكاة مال. الحاجة الثالثة انك تعرف ان نصاب، يعني عشان طب انا ما طلعليش 100,000، اطلع لي 5,000 جنيه اطلع برضو عليها زكاة؟ لا، النصاب بنحسبه بنصاب الفضة، يعني ايه الكمية، كمية الفلوس اللي لو معاك تطلع عليها زكاة، ده اسمه النصاب. فبنحسب جمهور العلماء على ان النصاب بالفضة 595 جرام فضة. شوف الفضة بكام النهاردة واضرب في 595، هي حوالي 9,000 جنيه تقريبا يعني، بس متعتمدش على الكلام، هي في الحدود دي. خش جرام الفضة في النت بكام واضربه في 595، في الحدود دي. فعدى على فلوسك 9,000 جنيه، قصدي فلوسك تجاوزت 9,000 جنيه، وانت بعد سنة او 1 رمضان شوف فلوسك كام، عدوا 9,000 جنيه، تخرج ال 2.5% اللي انت تقسمهم يعني على 40، الرقم اللي طالع ده هو اللي تطلعه، وما تفكرش تاني في الزكاة خالص، وانت كده ريحت دماغك وخرجت بيه المضمون بفضل الله من غير ما يكون عليك ذنب، لان بعض الناس بيتهاون في الامر ده، مش عايزين صدقات، عايزين الاول تطلع الزكاة. طلعت الزكاة صح، عندك فائض صدقات تطلعه، وربنا يبارك لك ان شاء الله. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة، اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.